أولا تحية لجمعية أطلس فرانكفورت اللي كان عد رئيستها الشرفية هون في المغرب، اللي قامت بواحد الحملة كبيرة، حملة دفء اللي كتضم من شمال المغرب إلى جنوب المغرب. تحية لهم، تحية لأعضائها ورئيسها والمنخرطين اللي فيها على هذا العمل الجبار الكبير اللي قاموا به، لأنه باش تجمع 50 طن وترسلها من فرانكفورت للمغرب شي حاجة كبيرة، ولحقت الناس في الجبال، ولحقت الناس في الوديان، ولحقت الناس في الصحراء. فهذا عمل جبار، وهذا وراءه جنود مجندين. تحية لكل من ساهم من قريب أو من بعيد، تحية لمنصف طب برلماني تطوان، وتحية للوزير الصناعة والتجارة رياض مزور اللي كان عنده واحد العمل كبير، وكان عنده واحد العمل جبار باش يحرك لنا عجلات هذه التظاهرة الكبيرة. تحية لكل من ساهم، حتى هذوك الناس اللي كانوا كترفض وكتتحط في هذا الهيبة، تحية لهم كاملين. جمعية خيرية، احنا كنوزعوا الملابس والأحذية والمعدات الطبية والكراسي المتحركة والأسرة الطبية على مختلف هذا المناطق المغربية، اللي ما شاء الله في هذه الحملة لحقت إيميل شيل وأغبالة والخميسات وزان الناظور والصحراء المغربية طنطان العيون. أنا مشيت لإيميل شيل، ومشيت لأن أكبر قمة وأكبر يعني أعلى بلاصة اللي كيعيشوا فيها الناس واحد الحياة مزرية، وكاين الناس عندنا في الصحراء، كاين الناس يشوف هذه الفئه الهشه موجوده في تماره جبرت واحد الفئه كبيره من الناس اللي هما محتاجين في تماره، وكاينين في يعني موجودين في المغرب كامل. هذا اللي قاد يعدل الخير يعدلوا، والخير هو اسمه الخير، واللي قد يساعد الناس ولو حاجة بسيطة يساعد، لأن كان الناس في حاجة ماسة لواحد الحاجة اللي انت ممكن انت تقول ما عندي ما ندير بها، ولكن كان الناس اللي محتاجينها، وكان الناس اللي هي فرحوا بها. وإحنا كمغاربة دائما كانت ضامنوا، ودائما كنبغوا بعضنا، وحنا مغاربة كرماء. كنناشد أي واحد قد يعدل الخير يعدلوا، بدون ما نقول فلا هذا ولا هذا ولا هذا نخصص ناس، لا، أي واحد قد يعدل الخير يعدلوا، أي واحد يعدلوا احتسابا لمولانا.